عملت الفرقة دي سنة 67 مع عزة أبعوف وعمر خيرت. كنا بنمشي زي سبع إلفيس بريسلي في الشارع. بمثل ومفروض اني اكون ستار وكل ده ما يجيش جنب الاستاريزم بتاع التيشيرت. اذا كنا رايحين الصبح ومعانا بنات فكنا نروح للتيشيرت. ليه؟ لان التيشيرت كانوا بيغنوا اغاني سنتيمنتال اكتر. احنا كلنا كبرنا ففي احنا عاملين زي الواين كده. You know, surprising me. That's